هذا قدرنا ونصيبنا، بس مش بالصورة هذه. يعني كذا حرب احنا عشنا، لكن زي الحرب هذه، هذه حرب في حروب، هذه حرب إبادة، هذه حرب إبادات جماعية، هذه حرب النزوح. هذا بعملنا حالات نفسية، عمل معانا ارتباك، ارتباك نفسي معانا ومع أطفالنا. يعني احنا من الشجاعية رحلنا كذا مرة. أول مرة صار يرموا علينا أحزمة نارية لما نطلعنا، طلعنا أقسم بالله زي ما احنا بطقم الصلاة، أولادنا حافيين، حتى إيش من أولادنا نسناه وبنجري زي المجانين في الشارع. نلقت فولادنا طلقيت، ما عرف إن قدرنا ناخذ لا شنطة فيها هوية ولا أواعي ولا أي حاجة، طلعنا زي ما احنا. غير هيك رجعنا كمان مرة، طلعنا شردنا على المدرسة، المدرسة اللي هو بيعتبر مركز إيواء وحماية للنازحين، شردنا منه كذا مرة. أقسم بالله العظيم يمكن أكثر من 10 مرات صرنا شردين من المدرسة اللي تعتبر مركز إيواء ومركز أمن وأمان. كمان مرة رجعنا على الشجاعية ما على الفاضي، يقولوا إنه خلاص طلعوا اليهود، ما فيش بتقعد شوية يومين ثلاثة بتعيش في على الفاضي، بتعاودوا ما بتلاقي للقذايف، بنعاود ناخذ أولادنا ونشرد. نفس القصة، دمار دمار شامل. كل بتشوف قدام عينيك ناس بتستشهد، ناس بتتصاوب، الناس بتنسى أطفالها، ناس بتتوه أولادها، بتتوه عنها، هم بيجروا بدوروا أولادهم. يعني مناظر مرعبة، مناظر مؤسفة. يعني إحنا اللي إحنا عايشينه في غزة، أقسم بالله العظيم ما فيش بشر في العالم بتحمل ولا بيقدر يعيشه. إحنا عايشين حرب في حروب في حروب. اخر مره لما طلعنا لما اجتاحوا الشجاعيه اجتاحوها فجأة، الناس قاعده وامنه في بيوتها، وعلى اساس انه الشجاعيه صارت منطقه امان وانهم خلصوا منها وانه مش حيرجعوا للشجاعيه وخلاص، رغم انها مدمره على الردم. الناس عملت خيم وقعدت في بيوتها وين بدها تروح العالم، لانه المدارس مليانه والملاجئ مليانه، ما فيش المستشفيات مليانه، ما فيش مكان بيعرفوا انه في نازحين او ناس. هذه المنطقه مليانه ناس، فبتلاقيهم على فجأة.